بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي الكيس الثالثة في جودة إليمينيشن ميثود، اللي هو إن أنا ملاقيش سوليوشن لمجموعة المعادلات، يعني هلاقي نو سوليوشن إكزيست. ففي الحالة دي هلاقي برضه الديترمنانت بتاع الـ A اللي هي الـ matrix of coefficients هيساوي زيرو، بس مش معنى كده إن هي infinite solution، لأ. هفضل أعمل إيه؟ بيفوتنج نفس الخطوات بالظبط، بس هبص الاقي في الاخر عندي صف بيقول كله زيرو ايكوال ايه نمبر. فطبعا زيرو ايكوال نمبر ده يديني ايه؟ حاجه مستحيله، يبقى نو سوليوشن اكزيست. وبقول في الحاله دي ان مجموعه المعادلات دي ار انكونسيستنت، يعني مجموعه من المعادلات غير متوافقه، انكونسيستنت غير متوافقه. هناخد اكزامبل ونشوف الكلام ده ازاي هيتعمل. طب لينا solve the following system of linear equations، ومدينا الثلاث معادلات دول. اول حاجه في السوليوشن هكون ال A ال extent ال A matrix زي ما احنا شفنا كده، ال matrix بتاعت ال coefficients وجنبيها ال vector column بتاع السوليوشن. هنشوف بقى في الصفحه الجايه. اول step زي ما بنعمل بالظبط، هناخد البيفوت رو هو الفيرست رو، وهناخد البيفوت إليمنت هو الإليمنت A11 اللي هو الثري. وبعدين عشان نخلي اللي تحتيه صفر بالنسبة للصف الثاني، فهنقول 3R2 minus 2R1، فهيديني ده إيه؟ الإليمنت ده الصفر اللي تحت الثري. وبعدين بالنسبة لR3 هنقول R3 minus 2R1، فهيديني الإليمنت الإيه؟ أول إليمنت في الصف الثالث إيه. بعد كده هناخد إيه؟ الصف الثاني هو إيه؟ اللي هي ستيب 2. هناخد الصف الثاني هو البيفوت رو، وهاخد البيفوت إليمنت هو A22 اللي هو نيجاتيف 1. عايز أخلي اللي تحتيه بتبقى إيه؟ هنحتفظ بالصف بتاع البيفوت رو واللي قبليه، منعملش فيهم حاجة خالص، هعمل في اللي تحتيه بس. هحاول أخلي اللي تحتيه اللي هي نيجاتيف 2 دي بزيرو. فهنقول ان R3 ماينس طالما بنفس الإشارة ماينس 2R2، فهيديني هنا ايه الكلام اللي بيطلع علينا ده 0 0 0، المفروض هنا equal equal 12. هل 0 ينفع يبقى equal 12؟ طبعا لا، يبقى ده هيديني ايه؟ no solution. زي ما هنشوف زي ما مكتوب عندك كده، لما نيجي نعمل بس سبستيتيوشن هيديني الثيرد ايكويشن 0 ايكوال 12، يعني هيديني السيستم هاز نو سوليوشن. ما بكملش بقى خلاص، يبقى انتهت ايه المسألة، ملهاش حل، مش هحل حاجة. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف بقى هنا في طريقة لإيجاد الـ inverse of a matrix، طبعا تكون نون سنجلر ماتريكس، يعني ايه الديترمينانت ده يساوي الزيرو، بطريقه اسمها جاوس جوردن اليمينيشن. جاوس ده عالم، وجوردن عالم تاني، اتفقوا مع بعض وعملوا ايه هذه الطريقه. فبنقول دلوقتي اذا كان عندنا الماتريكس الاوردر بتاعها ان في ان، فهيبقى ايه انفرس مضروب في ايه، هي نفسها ايه مضروبه في ايه انفرس ايكوال ايه الايدنتي ماتريكس اللي هي ايه الاي. طيب لو فرضنا ان ايه x equal ايه inverse، فهيديني من الايكويشن دي ان ايه مضروبه في x equal i. طيب هنيجي نكون ال extended matrix، هنحط هنا ال a وجنبيها ال identity matrix. identity matrix اللي هي ايه واحد في الدياجونال والباقي كله ايه اصفار، ونبتدي نعمل pivoting بحيث ان الماتريكس مكان الماتريكس ايه ديت يتكون الاي اللي هو واحد في الدياجونال والباقي اصفار، فمكان الاي هيتكون ايه، هتكون هي الايه امتى. اوكي، هنشوف هنعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف اكزامبل بيقول لنا find the inverse of a the matrix، مدينا ماتريكس 2 في 2 دي ايكوال هذه الماتريكس اللي هي 2 1 3 5 2 في 2، فعايزين نحلها بطريقه جاوس جوردن اليمينيشن ميثود.
فهنكون الـ extended matrix، وهنحط الـ A، أدي الماتريكس الـ A زي ما هي، وجنبيها الـ identity matrix اللي هي واحد في الـ diagonal وزيرو A في الـ B. طيب دلوقتي أنا عايزة هنا، عايزة أخلي هنا يبقى ده واحد وهنا واحد وهنا زيرو وزيرو، عايز أخلي ده واحد، يبقى هقسم على الاتنين، هيديني هنا واحد ونص ونص وزيرو، وبعدين عايزة اللي تحتيه يبقى زيرو، تمام؟ فهنعمل إيه؟ فلو ضربنا ده بتلاتة وطرحنا فهيديني إيه؟ آر اتنين، يعني ده البيفوت إيليمنت بتاعنا اللي هو الواحد، فهيديني آر اتنين ماينس تلاتة آر واحد. ار اتنين ماينس تلاتة راح يديني هنا زيرو، وبعدين سبعة على اتنين، وبعدين ماينس تلاتة على اتنين، وبعدين واحد. طيب انا عايزة، بسم الله الرحمن الرحيم، عايزين بقى دلوقتي السبعة على اتنين اللي كانت هنا دي تبقى واحد، فهضرب في ايه؟ هقسم على سبعة على اتنين، يعني كأني هضرب في اتنين على سبعة، هتصبح ديت واحد وده زيرو زي ما هو، ودي هتديني ماينس تلاتة على سبعة، ودي اتنين على سبعة. أصبح هنا عندي وحيد في الدايجونال، عايزة النص ده يبقى زيرو، هنعمل إيه؟ هضرب هنا هقول R واحد ماينس إيه؟ نص في R اتنين، فهقول R واحد ماينس نص في R اتنين هيديني ده إيه؟ زيرو، وهيديني ده خمسة على سبعة، وهيديني ده واحد على سبعة، يبقى إذا أصبح عندي مكان الماتريكس إيه؟ في الايدنتي ماتريكس هو واحد في الدياجونال واصفار على الناحيتين، واديني الايه الماتريكس اللي على اليمين دي هي ايه الاي ام، يبقى الاي ام بس هتبقى هي 5 على 7 وناقص صب وناقص 3 على 7 وايه و2 على 7، لو اخرج 1 على 7 كومن فهيديني ايه 5 وناقص 3 ناقص 1 و2. عشان نعمل التشيك على الكلام ده فهنعمل ايه؟ هنضرب بي في بي انفرس، لازم يديني الايدنتي ماتريكس اللي هي واحد في الدايجونال وايه وزيرو حوالين الدايجونال.